لم تنعكس العمليات التي قام بها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر بأي شكل من الأشكال على قدرة الكيان الصهيوني في الاستمرار في الحرب، ولم تؤثر عليه اقتصاديا كما يشاء، ولكن رفعت الكلفة. هي رفعت الكلفة على أطراف أخرى لها علاقة بالنقل التجاري من شرق الكرة الأرضية إلى غربها. طبعا هناك شركات ربما اضطرت أن تدفع رسوم إضافية. أنت تعلم أن الذي يتحكم بشركة التأمين العالمية هي جهات لها علاقة بدعم الكيان الصهيوني، وهذا الأمر لن ينعكس بشكل فوري في شكل خسائر اقتصادية على الكيان الصهيوني، وحتى بالإمكان أن لا تنعكس حتى في شكل خسائر فورية على الشركات الكبرى التي تحكم بها الغرب. في كل الأحوال هم يعتبرون ذلك جزءا من المعركة أيضا، ولهذا ولكي تستمر لا تستمر مثل هذه التحديات اضطروا إلى توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين. هذه ضربات لا قيمة لها بالمعنى العسكري مطلقا، إذا افترضنا أنها ستقلل من قدرة الحوثيين على الاستمرار في نشاطهم العسكري في جنوب البحر الأحمر أيضا ليس لها أي معنى. ولهذا لا يمكن أن نفي الكامل بأن ما قام به الحوثيين لا أثر له على المستوى الاقتصادي، ولا يمكن التعويل على ما يقوم به الحوثيين بأنه سيحدث فارقا فيما يتعلق باستمرار المجازر في قطاع غزة. بل يعني هناك مخاوف من أن المكاسب السياسية التي سيجنيها الحوثيين جراء هذه العملية ستنعكس سلبا على مصالح شعب كامله وعلى الترتيبات على مستوى المنطقة. إيران اليوم تراهن على ما يقوم به الحوثيون في تعزيز موقفها الأخلاقي ومنظومتها، تعزيز موقف المنظومة الأخلاقية لها. الرئيس الإيراني اليوم كان يتحدث حول الفوارق بين من طبعوا مع الكيان الصهيوني ومن يواجهون الكيان الصهيوني. عندما نشاهد من الذي يواجه الكيان الصهيوني اليوم، هناك طرف له قضية وهو الفلسطينيون والمقاومة الفلسطينية، وهؤلاء هذا الطرف طبعا لا مزايدة على ما يقوم به، ولا يمكن لأحد أن ينسب هذا الدور وهذه التضحيات وهذا الكفاح وهذا البطولة له. كما حاول قبل ذلك المتحدث باسم الحرس الثوري وقال بأن ما قامت به حركة حماس هو رد على مقتل قاسم سليماني، ثم تعرض لانتقادات شديدة جدا. بقية الأطراف في الحقيقة نراها اليوم تتبنى مواقف ضد الكيان الصهيوني، لكن أنا أعتقد أن هذه الأطراف أهدافها الحقيقية لا ترتبط بمواجهة عسكرية طويلة الأمد لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع الكيان الصهيوني. هدفها الحقيقي هو الهيمنة في المنطقة. المقاومة ضد المواجهة مع إسرائيل مع أمريكا لطالما رفع شعارا من قبل الحوثيين، من قبل حزب الله، من قبل الميليشيات العراقية، الميليشيات الشيعية التي قاتلت الشعب السوري في سوريا، لكن في النهاية الموت، الدمار، الخراب ذهب إلى جهة أخرى واستهدف مكون آخر غير الأعداء المعلنين وهم الكيان الصهيوني وإسرائيل. هذا الانضباط وهذا التقيد الكامل بقواعد الاشتباك في معركة مصيرية تاريخية بالنسبة للأمة لا معنى له. أنا في تقديري إذا لم يخوض حزب الله اليوم معركة حقيقية تتكامل مع ما يعتقد أنها معركة حقيقية يخوضها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، أما إذا كان البحر الأحمر سيتحول إلى تنفيس بالنسبة لهذا الحلف، وأيضا تنفيس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب في تأسيس نموذج شيطاني أيضا في مكان آخر. إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة، تدمر منازلهم، ترتكب إبادة جماعية، وهناك طرف مرتبط بإيران يؤثر على الملاحة البحرية. في الحقيقة نريد نقاء فيما يتعلق بالفعل الذي يستهدف الكيان الصهيوني في هذه المرحلة. هذا النقاء ينبغي أن يتحرر من كل أشكال الأجندات، حتى مطلوب من الحوثيين اليوم إذا كانوا يعتقدون أن ما يقوم به فعل أخلاقي عليهم أولا أن يثبتوا هذا القدر من التمسك بالبعد الإخلاقي على المستوى الوطني. يعني لا يمكن أن تستمر في إغراق وطن في حروب لا نهاية لها وتشريد وخسائر اقتصادية، ثم تعتقد أنك يمكن أن تغسل جرائمك من خلال الاتصال أو الاحتكاك بالقضية الفلسطينية.